في القناة من سلسلة لايف افتر. عاملين يا شباب؟ وحشني جدا والله. والنهاردة زي ما انتم عارفين هنشرح الخصائص البيزك للجزر والكرافت والكومبات، ونوضح افضل ليفلات لكل حاجة، والحاجات اللي هتفيد والحاجات اللي مش هتفيد. تعالوا بقى ايه قصاد النهر الجميل ده مع الكرسي الرومانسي مع الجو والشعير الجميل ده، ونقعد كده سنجل ومش لين حد يملك الكرسي التاني، نقعد مع بعض كده ونبدأ بقى ايه نشرح خاصية خاصية. في ملحوظة هنا مهمة جدا قبل ما ادخل في شرح التسع خصائص دول بتوع الموارد لكل خريطة، وهي انك لما بتيجي تبدل بنقط الخرائط وتشتري مورد من خريطة مثلا، بتاخد نسبة او تاخد موارد زيادة من اللي انت اشتريته. يعني مثلا زي التويج، بتيجي تشتري تويج من خريطة الفول فورست، تلاقي مثلا شريت 20 بتلاقي جالك 22 23 25. طب بتختلف ليه النسب، او مثلا بتلاقي بتختلف الارقام ليه؟ ايه السبب؟ السبب ان الخصائص دول كلهم مرتبطين، التسع خصائص دول مرتبطين بخاصية واحدة، او فيهم خاصية واحدة كلها متشابهة في كل الخصائص، وهي انك لما بتيجي تشتري مورد بيطلع لك نسبة زيادة من المورد اللي انت بتشتريه. يعني مثلا زي خاصية التويج اللي انا ممكسها هنا، لما باجي اشتري او ابدل النقط اخد 5 تويج هيطلع لي واحدة زيادة لكل 5. نيجي مثلا الخاصية اللي بعديها بتاعت الريزن اللي في الساندي كاسل، كل 20 ريزناية هيطلع لي واحدة ريزن فقط. فطبعا بتختلف حسب الليفل، طبعا الليفل اللي جاي هتبقى لكل 10 ريزناية هيديني واحدة زيادة. فزي ما قلت لكم بتختلف من ليفل لليفل، وطبعا دي ترجع لكم بتحتاج ايه موارد كتير، فترقيها زي ما انت عايز عشان يطلع لك نسبة زيادة. نيجي بقى لأول خاصية للجزر، وهي خاصية السترينس باور. خاصية دي يعتبر خاصيتين في نفس الخاصية. أول حاجة فيها إنها بتزود نسبة الكريت اميونيتي. الكريت اميونيتي قصاد البي في بي، طبعا قصاد اللاعبين. فيعتبر الخاصية دي يعني انت بتروح ريد وبتلعب نانسي كتير وبتدخل حروب، الخاصية دي على قد ما تقدر حاول تمكسها اول باول، هتزود لك الكريت اميونيتي بنسبة كبيرة وبتفيد في قصاد اللاعبين جدا. الخاصية اللي فيها برضك التانية، وهي بتزود النسبة الحرجة للخشب والصخر والهمب لما تيجي تكسر او تجمع الحاجات دي. ما بتزودش الموارد السنوية، بتزود الموارد الاولية فقط اللي هي الصخر والخشب العاديين. نيجي بقى لباقي الخصائص، وزي ما انتم شايفين فوق في زي لوجينج مايننج وهمب، يعني زي كده ايه كل عمود مختص بحاجة. ده مختص بالخشب، ده مختص بالصخر، ده مختص بالهمب، ده حاجات لتجميع يعني خصائص خاصة لوحديها. فتعالى بس ايه نشرح اول 3 خصائص مع بعض كده، لانهم يعتبر مرتبطين جدا. بتيجي انت مثلا لو انت لسه في البداية، او انت مثلا بتيجي دخلت خريطة جديدة فجاي تجمع مثلا فيها، وتظهر لك رسالة كده تقول لك ان انت ليفل الفاس بتاعك او الليفل مش زي المطلوب عشان تقدر تجمع. فانت تبقى مش فاهم ايه الخاصية، طب هو اجيبها منين، طب اعمل ايه؟ الخاصية دي بيبقى الفاز بتاعك اقل من الليفل المطلوب في الخريطة دي. طب تعلي الليفل منين؟ بتعلي الليفل من هنا. ده مختص بالفاز بتاعك، ده مختص بالفاز اللي هو بتكسير الصخر، ده مختص بالهمب عشان تقدر تجمع الهمب الاعلى. زي ما انتم شايفين هنا اوريكم في الميك، عندنا هنا في التولز عندنا الفاز ده والفاز ده. طبعا انت لما بترقي يعني انا كان معايا الفاز ده لما رقيت فتح لي الفاز ده. بتمنى انتم تكونوا فهمتوها. وندخل في الحاجة اللي بعديها، وهي ندخل بقى على اللوجينج. اللوجينج هنا اول خاصية دي مختصة بالفول فورست. الفول فورست لما بتيجي تجمع فيها شجر بيجمع فيها تويج، ولما الدنيا بتشتي بتجمع فيها اسمها حاجة اسمها هارد وود فاينز اللي هي الحبال. طبعا الصور طبعا هتظهر لكم دلوقتي على الشاشة، الحاجة اللي احنا بنجمعها كل خاصية هتظهر لكم على الشاشة دي. طبعا كل ما بتلفلها ليفل كل ما نسب الحاجة بتزيد. انا عن نفسي بحتاج التويج جدا، فانا اوقات بروح اكسر في الفول فورست
لكن عشان بجيب الشجر وبكسره في البيت وبحتاجه عشان ترقية البيت، فطبعا رقيتها الماكس عشان محتاجه. طبعا كل واحد حسب احتياجه، كل الخصائص اللي هقولها هتبقى حسب احتياجك. الخاصية الثانية وهي الريزن والكور، دي الخاصية دي مرتبطة بالساند كاسل، خريطة الصحراء. طبعا الموردين دول هيظهروا لكم برضك على الشاشة دلوقتي. طبعا كل ما بتعلي النسب كل ما الموارد دي بتطلع لك. طبعا انت مثلا محتاج بتحتاج ريزن، المهمات اليومية مش مكفياك، ما بتقدرش تجمع موارد ريزن او وودكور بكمية اللي انت عايزها، فدي ممكن تراقيها وتروح تجمع براحتك، هتطلع لك النسب بكمية كبيرة جدا. الخاصية الأخيرة في صف اللوجينج وهي خاصة بالسنو هايلاند والموسس وان المستنقع والثلجية. طبعا هنا زي ما انتم عارفين مختصة بالأولد كايبرز والكايبرز ليف، طبعا هظهر لكم على الشاشة برضك دلوقتي. طبعا كل ما بتلفل الليفلات كل ما نسب الحاجة دي بتطلع لك لما بتروح تجمع. ندخل بقى في صف المايننج اللي هو بتاع الصخر، وخاص بهنا اول خاصية خاصة برضك بالفول فورست، لما بتيجي تجمع صخر بتطلع لك ايرن اور وفلنت بنسبة زيادة. ده بالنسبة للخاصية دي. الخاصية اللي بعديها وهي طبعا لما بتيجي تجمع من خريطة الصحراء التين اور والسلفر بيطلعوا لك بنسبة زيادة لما تجمع. الخاصية اللي بعديها وهي خاصة بالمستنقع والتلجية، لما تيجي تجمع الألمنيوم اور والكاينت من الصخر بيطلعوا لك بنسبة زيادة لما تيجي تجمع. نيجي بقى للحاجة الخاصة بالهمب. الخاصية دي طبعا زي ما قلنا الصف ده يبقى مرتبط بالهمب، والخاصية دي هتبقى مرتبطة بخريطة الفول فورست. لما تيجي تجمع هيمب بيطلع لك حاجه اسمها بلانت روت، ده هيطلع لك بنسبه زياده لما ترقي الخاصيه دي. طبعا عندنا هنا الخاصيه دي هيطلع لنا من مرتبطه بخريطه الصحراء، لما بتجمع هيمب هيطلع لك هيمب ستيم وهيمب باست بنسبه زياده. والخاصيه الاخيره في صف الهيمب وهي مرتبطه زي ما قلنا في المستقع والثلجيه، بيطلع لك الفلاكس ليف والفلاكس بيتل بنسبه زياده لما تيجي تجمع. طبعا بردك الخصائص دي كلها بتاعت الموارد لما تيجي تبدلها، تبدل النقط وتشتري موارد بيطلع لك نسب زياده. فطبعا الخصائص دي مفيده مثلا لو انت بتحتاج اي حاجه من دول بتجمع، او دي طبعا دي ترجع لكم انتوا، ترجع لقرارك انت محتاج مورد ايه بزياده بتروح تجمعه فبتحتاجه، فممكن ترقيه هيفيدك جدا وهيريح وهيوفر لك وقت كتير. نيجي بقى للصف الادفانسد جازرينج، واول خاصية عندنا هي الباور لوجينج. الخاصية دي هي عبارة عن هي بتظهر لك زرار، يعني انتوا شايفين كده في زرار عمال يظهر ويختفي عند النقطة دلوقتي اللي انتوا شايفينه، ده اللي بيظهر ويختفي، ده بيخليك ان انت بتكسر الشجرة من ضربة واحدة زي ما انتوا شايفين. بتدوس عليه اول ما الدارية تقفل بمجرد ما بتسيبه يعتبر الشجره تتكسر، لكن عشان انا في المزرعه بتاعت البيت طبعا الشجره بتقعد فتره عشان بتديك موارد كتير. نرجع بقى للكرسي بتاعنا تاني ونقعد وحيدين كده مع بعض، وندخل فيه تاني خاصيه وهي اسمها الاوتو جزر. الاوتو جزر ده بيزود سرعه الجزر عندك بنسبه 5% وبيخليك تضرب الشجره بمجرد ما بتدوس زرار ان انت تعمل جزر. يعني بردك هوريكم بردك ازاي انت بمجرد ما بتدوس بتمسك الفاس مثلا وبتكسره، بصوا زي ما انتم شايفين بيضرب لوحده، انا ما بدوش عليه زرار، مجرد ما دوست هو بيضرب لوحده. فطبعا الخاصيه دي حلوه وبتفيد طبعا، لازم يعتبر هي الخاصيه دي ليفل واحد طبعا كله بيفتحها الخاصيتين دول. عندنا تاني خاصيه او الاخر خاصيه هي بتزود الجزر ماستري لما تيجي تجمع بنسبه 5% طبعا حسب الليفل بتاعها. انا بصراحه مش رافعها عشان اصلا ما بروحش اجمع، يعني زي ما انتم شايفين كل ما بتكسر شجره كل ما بتديك جزر ماستري فوق اهو، يعني هنا عطتني ضربتين دول عطولي 128. طبعا النسبه دي بتزيد كل ما بترقي الخاصيه بتاعت الجزر دي. نيجي بقى لصف الفيشنج تكنيك اللي هو يعني مخصوص للصيد. الخاصيه دي اسمها جيتنج هانج اوف ات، دي بتقلل الوقت لما تيجي تصطاد السمكه. طبعا
طبعا لما تقيسها ليفل 4 عندنا السمكة دي، الخاصية دي اقصد، بتزود الفرصة التشانس ان انت تمسك الكينج فيش للسمك. طبعا انا مرقيها عشان محتاجة برضك للاندكس. ايه الخاصية دي؟ لما تيجي تعمل اوتو فيشنج اللي هو تخلي الشخص او الشخصية يعني تصطاد لوحديها، اللي هو بتخلي الوقت يقل بنسبة 10%. طبعا بتزيد طبعا بالنسب حسب كل ليفل، ده بالنسبة لصف الفيشنج تكنيك. نيجي بقى لاخر صف، هو الرير سبيشاليتي. الرير سبيشاليتي ده مخصوص بالموارد اللي بتطلع من الاسترون على ما اظن، وهو لما تيجي تطلع السويد ليف، لما تيجي من السانتوباني اللي هو الهيمب اللي تحت المية، هيطلع لك بنسبة 2% زيادة. والفيش اويل اللي هو بيطلع من السمك على ما اتذكر، اللي بيبقى عايم جوه البحر في السانتوباني، هيطلع لك بنسبة 5%. الخاصية اللي بعديها هو ليه علاقة بالوود اش، لما تيجي تجمع وود اش من الاسترونا، هيطلع لك تلاتة، عندك نسبة 2% انت تطلع لك تلات قطع وود اش زيادة. طبعا بتزيد حسب النسب، طبعا كل ما بتزيد بليفلاتها كل ما النسب بتزيد. وعندنا الخاصية الأخيرة وهي الفولكانيك اش، وبتبقى عندها نسبة 2% انك يطلع لك فولكانيك اش من الصخر، لما بيقع عليه طبعا اللي هي الصخور البركانية، لما تقع بيطلع لك فولكانيك اش منها. كده بقى خلصنا خصائص البيزك للجزر. ندخل بقى على خصائص الكرافت، ونبدأ بأول خاصية وهي الفيزيكال اكسرسايزز. زي ما قلت لكم في الفيديو اللي هو لزيادة الدمج، الخاصية دي افضل ليفل ليها ليفل 70، اللي هي بتديك كريت شانس لغاية ليفل 70، بتزود كريت شانس 35%. بعد كده بتديك نسبة، بتزود نسبة لخاصية يعتبر مش مفيدة خالص، فأنا زودتها 7 ليفلات زيادة. يعني بعد كده عرفت المعلومة دي ووقفت، زي ما قلت لكم في الفيديو بتاع الدمج. فلو انت عايز تعرف مثلا الدمج بيزي، عايز تزود دمجك مش عارف تزوده ازاي، عايز تزود، عايز تعرف ايه الخطوات وافضل حاجة تقدر تزود بيها الدمج بتاعك، هتلاقي علامة تعجب ظهرت لك يمين الشاشة فوق او شمالها حسب طبعا ما اليوتيوب بيبقى راضي علينا. هتدوس عليها هيوديك للفيديو، والفيديو هيفيد اي حد بصراحة. اول خاصية عندنا وهي اسمها كويك ويبون ميكينج. دي الخاصية دي لما تيجي تصنع اسلحة في مكنة الاسلحة، يعني هتقلل الوقت اللي انت هتستناه بعد نسبة 20%. وغير كده لما بترقيها كمان ليفل بتزود مكان، هتزود لك 2 مكان، 3 اماكن زيادة. يعني مثلا هنا ليفل 3، على لو زودتها ليفل 4 هتزود لي 3 اماكن زيادة، و 25% هتقلل الوقت. طبعا خاصية حلوة، مثلا لو انت بتصعب بتاجر في حاجة، انت وشريكك في دبل مانور، فعايزين مش لاقيين مكان تصنع حاجاتكم، الخاصية دي مفيدة قوي وهتفيد. تاني خاصية وهي لما تيجي تصنع سلاح، او زي ما انتم شايفين ليه استرودنس، اي سلاح ليه استرودنس زي ما انتم شايفين، لا ده ليه دروبيلتي، لازم يبقى مثلا كي اس جي. زي ما انتم شايفين الاسترودنس بتاع الكي اس جي 57. الاسترودنس دي اللي هو ممكن المتانه بتاعه السلاح. الدرابيلتي اللي هو بيقل، او نسبه قوه السلاح لما بتيجي تضرب، كل ما تضرب الدرابيلتي بتقل. لما بيوصل للزيرو الاسترودنس، طب بتوصل للزيرو بتصلحها، لما بتصلح الشوت جان بياخد من الاسترودنس من متانه السلاح طبعا. فانت مثلا لما تيجي تصنع سلاح، الخاصيه دي اللي انا وريتها لكم دي اللي احنا كنا بنتكلم عليها، بتزود متانه السلاح. بدل ما السلاح مثلا يطلع المتانه بتاعته 100، لا هيطلع 120. فطبعا الخاصيه دي 130 مثلا، الخاصيه دي جميله قوي لو انت مثلا بتصنع اسلحتك او بتتاجر في الاسلحه وكده، فطبعا هتفيدك جدا. الخاصيه دي جميل قوي برضك لما تيجي تصلح دروع، او تيجي تصلح اسلحه، لا دي بتصلح اسلحه، بتقلل نسبه الموارد اللي بتستهلكها، او تقلل نسبه النانو او النيودر اللي بتستهلكه. فطبعا الخاصيه دي مفيده جدا لاي شخص بيشتري اسلحته زي او زي اي حد، فمفيده قوي. يعني انا ناوي الفلها كمان ليفل هي وبتاعه الارمور كمان.
اخر خاصيه ليها علاقه بصف الاسلحه، وهي ان انت لما تيجي تكسر الاسلحه بتاعتك عندك نسبه ان حسب الدرابيلتي طبعا او السترونس اللي احنا كنا لسه متكلمين عليها، عندك نسبه ان انت تاخد موارد زياده. يعني مثلا تعال نتخيل معايا ان انا هكسر يوزي فهيديني مثلا 2 سكرو، لا لو مثلا الخاصيه دي فيها نسبه ان هي ممكن تطلع لي 5 سكرو 3 سكرو وهكذا. بس انا بصراحه ما حبيتش ارقيها لان يعتبر السلاح متكسر للاخر، فاصبر اصلا بيديني نسبه واحد بس، يعني بيديني مثلا سكرو واحد او حاجات واحده بس مثلا، فما حبيتش ارقيها برضك. دي القرار يرجع لك. الصف ده بقى التاني اللي احنا يعني اللي احنا دخلنا عليه ده اللي انتوا شايفينه ده يعتبر العكس بتاع الاولاني، بس ليه علاقه بالارمور طبعا. اول خاصيه يعني طبعا كل ما بترقيها كل ما الوقت بيقل لما تيجي تصنع درع، وبيزود لك ثلاث اماكن يعني في مكنه الاسلحه بتاع مكنه اسلحه لما تيجي تصنع الدروع. يعني الخاصيه دي بيزود لك الاستنادس اللي احنا لسه متكلمين عليها في الاسلحه 30%، طبعا مفيده جدا لازم تمكسها لو انت بتصنع لنفسك دروع او اي حاجه لازم تصنعها لنفسك، مفيده جدا. الخاصيه دي طبعا بتوفر موارد لما تيجي تصلح الارمور بتاعك، فطبعا حلوه برضك لو عايز تمكسها. اوكي، والاخيره برضك اللي هو زي ما نردك نفس الخاصيه اللي قبليها في الاسلحه، وهي انها بترجع لك موارد زياده لما تيجي تكسر الدرع بتاعك، برضك نفس الوضع على السلاح، فبرضك تيجي ترجع لك. انا ممكن الاقيها ليفل، ممكن الاقيها ليفلين، دي برضك حسب ارادتك، برضك القرار يرجع لك. الصف الثالث وبرضك يعتبر برضك نفس الصفين التانيين بس مختص بيه بمكنه صنع الاساس. دي بتقلل الوقت لما تيجي، اول خاصيه بتقلل الوقت لما تيجي تصنع الاساس، وبرضك بيزود لك اماكن لصنع الاساس. الخاصيه الثانيه وهي لما يعني هي خاصيه حلوه بصراحه، صد الحراميه كده اللي بيجوا البيت وكده، وصد الزومبي كمان هجوم الزومبي، وهي بتخلي البيت بتاعك يتحمل دامج زياده 15% في ليفل 3 مثلا زي ما شايفين، في ليفل 4 هيبقى 20%. والخاصيه اللي بعديها ليها علاقه بتوفير الموارد اللي بتستهلكها لما تيجي تصلح بيتك من هجوم زومبي مثلا، او لو حرامي هجم على بيتك. فيعني الخاصية دي ممكن نقول برضك يعني حسب قرارك انت، مثلا ترجع لك انت شايف ان بيتك بيستهلك موارد كتير، بس يعني ممكن ليفل مثلا برضك القرار يرجع لك. الخاصية الأخيرة وهي حلوة قصاد الحرامية برضك، وهي بتزود الدمج قصاد الحرامية، مثلا لو انت حاطط لغم في الأرض أو أي حاجة، الحاجات دي بتزود الدمج، الخاصية دي بتزود الدمج للحاجات دي على العدو اللي هاجم عليك. الصف الرابع عندنا أول خاصية بصراحة خاصية حلوة جدا، وهي بتخليك تصنع صناديق الرصاص من النانو بلاستيك، طبعا بيظهروا لك عندك في الميك زي ما انتم شايفين، ظاهر عندي المرئيه عشان مرئيه ليفل 3 الفاين ام، وظهر عندي في الميك. الخاصيه دي بقى بتخليك تصنع البوم فاير اللي هي شعله النار اللي بتقدر تصنعها من قائمه الميك، طبعا مفيده. طبعا الخاصيه دي كلها بتستهلك موارد خفيفه جدا اللي هي دي، مفيده طبعا في خريطه الثلجيه وكده. الخاصية اللي بعديها وهي خاصية بتخليك تصنع حاجة اسمها ماستر كي. الماستر كي ده في صناديق اوقات مثلا في السانتوباني او مثلا في الليفن الله اعلم مش فاكر بالظبط، بيطلب منك حاجة اسمها، او في الفراستر كمان فراستر سيتي بيطلب حاجة منك اسمها اسمه ماستر كي. الماستر كي ده هو ده الخاصية دي عشان تقدر تصنعه، هو الخاصية دي هي اللي بتقدر تفتحه لك وتقدر تصنعه بكل سهولة. الخاصيه اللي بعديها وهي انا بتخليك تصنع البيست تراب، اللي انت هو هي الصوره باينه من نفسها، يعني اللي هي البيست اللي هو فخ الوحوش اللي بتحط على الارض. طبعا دي حاجه ترجع لك، عايز تصنعها ترقيها ما ترقيهاش دي حاجه ترجع لك. الصف اللي بعده خاص او ليه علاقه بمكنه صنع الاكله او ليه علاقه بصنع الاكل. اول خاصيه وهي بتزود لك سرعه صنع الاكل بنسبه 20% طبعا لو ليفل 4، وبتزود لك مكانين في الشوايه.
الخاصية دي بتفتح لك، بيبقى فيه 3 وجبات، هي 3 ليفلات وهي ب3 وجبات. اخر وجبة بتزود فيها يعني انكريز هيت شوت دامج، طبعا حلوة وفيها فايرنج ريت 5%. دي حاجة ترجع لك عايز تصنعها، عايز ترقيها تفتح لك عشان الاندكس وكده، مفيدة في الاندكس 3 وجبات، فاوكي برضك دي حاجة ترجع لك. ايه الخاصية الاخيرة والخاصية اللي ناس كتير بتدور عليها، وفي ناس كتير مش فاهمة ايه معناها، والخاصية دي مهمة جدا ولازم كله يعملها ماكس، وهي اللي ليها علاقة بان هي بتطلع لك الوجبات تيست 5 لونها ازرق عشان تقدر تبيعها. يعني زي الوجبة دي عندي ليفل 4، عندي زي ما شايفين في تحت عندي ليفل 5. طيب طلعت ازاي ليفل 5؟ لما بترقي الخاصية دي ليفلت بتمكسها بتطلع لك نسبة التيست 5 الافلات يعني زيادة، فطبعا مفيدة جدا. وعندنا الصف اللي قبل الاخير في خصائص الكرافت، وده الصف ده مسؤول عن كل الحاجات اللي انت بتبنيها في الخرائط، زي البالونات، زي مكنة الحبل ان احنا بنجري عليها، او الطرق والكباري. الخصائص دول بصراحة يعني نصيحتي ما ترقيهمش، يعني هما بصراحة ما لهمش لازمة، برضه القرار يرجع لك، دي القرار يرجع لك انت. فعندنا اول خاصية بتديك نسبة 20% ان انت تاخد حاجة اسمها كومبوسايت بيلدينج ماتيريال، لما تيجي تقتل وحوش زومبي مثلا من في الخرايط، بس ليك 90 مرة تاخدهم في اليوم. ف يعني هي الخاصية دي بصراحة برضك القرار يرجع لك زي ما قلت، بس خاصية يعتبر 3 خصائص هم ملهمش أي لازمة. واللي بيسأل كومبوسيت بيلدينج ايه هما؟ الكومبوسيت بيلدينج هما في نقط الديلي مثلا، زي عشان بس اقوله لكم، اللي هو عامل زي الاسمنت زي ما قلت لكم، بيبقى موجود في صندوق في الديلي اللي هو التالت واحد ده. ليك نسبة بقى 20% ان انت تاخد حاجات دي لما تموت وحش، فقرار يرجع لك يا ترقي الخاصية ما ترقيهاش. الخاصية التانية عندنا ان انت لما تيجي تبني اي حاجة موجودة في اي خريطة، يعني زي مكنة الحبال، بالونات، اي حاجة عايز تبنيها، هتقل نسبة الموارد اللي هتستهلكها في البناء بنسبة 5%. فبرضك قرار يرجع لك وانت بتبني حاجات كتير، مثلا بالونات لو او المكنة الحبال اللي متشعلة عليها، برضك القرار يرجع لك وانت عارف ايه اللي هترقيه وايه اللي محتاجه. ايه الخاصية التالتة اللي هي ليها علاقة ان انت لما تيجي تسوق على طريق الهاي واي اللي هي الكباري وكده، تسوق الموتوسيكلات وكده، عندك في اول ليفل طبعا ان السرعة بتاعته هتزيد، سرعة الحاجة يعني اللي انت سايقها هتزيد بنسبة 2% لما توصل ليفل 3. ونيو دولار لما تيجي تبعت عن طريق اللي هو الميل بوكس اللي موجود في الخرائط اللي لونه اخضر ده او لونه ازرق، نسبة الدولارات اللي انت هتستهلكها نسبتها هتقل. فبرضك القرار يرجع لك في النهاية، انت اللي عارف يعني ايه اللي محتاجه. اخر صف عندنا وهو ليه علاقة بقطع السلاح وقطع السكينة وقطع الدروع. اول خاصية عندنا طبعا هي هم عبارة عن ايه؟ عبارة ان انت لما تيجي تكسر قطعة من القطع اللي بتطلع لك من الاريا اوبريشن من المهمات، بتطلع لك نسب مسامير زيادة، المسامير الترقية. طبعا انت حر، معاك نانو بلاستيك، معاك نيو دولار قصدي وسكيل بوينت زياده، وانت حر طبعا، دي حاجه ترجع لك. يعني مثلا رقيت كلهم 2 عشان مثلا يطلع، يعني املا انه يطلع لي حاجه زياده، فطبعا ما بتحصلش، فبتبقى في كل الحالات بتبقى نسب يعني انت وحظك برضه، فحاجه ترجع لك، عايز ترفعها اوكي، مش عايز ترفعها اوكي. وندخل بقى في خصائص الكومبات البيزك. وعندنا اول خاصيه فوق على اليمين هي الباتل وايز، الخاصيه دي مهمه جدا جدا لزياده الدمج، فحاول على قد ما تقدر ان انت تمكسها اول باول. لو انت برضك عايز تعرف ازاي تزود الدمج بتاعك زي ما قلت لكم في الاول، هتلاقي علامه استفهام ظهرت فوق، دوس عليها هيوديك على فيديو زياده الدمج كل التفاصيل وكله ببساطه جدا ازاي تزود الدمج بتاعك. عندنا برضك الخاصية دي مهمة جدا في زيادة الدمج، بتزود الدمج بتاعك 10%، فلازم ماكس برضك لو انت حابب ان انت الدمج بتاعك يزيد.
عندنا الخاصية التانية، وهي ان هي بتزود لك إن نسبة الرصاص في الخزنة بتاعتك. انا بصراحة لما لفلتها لليفل 3 ما حسيتش بفرق، يعني ما فيش حاجة زادت. فبصراحة مش ناوي لفلها ليفل 4 عشان برضك يعني طالبة، هي طالبة نانو بلاستيك، طالبة قصدي ستيل بوينت دولار، حبة صغيرين بس يعني في خاصية تانية اولى بيهم. فبرضك دي حاجة ترجع لك، عايز ترقيها لأربعة، عايز ترقيها لتلاتة، عايز ترقيها لاتنين، دي برضك حاجة ترجع لك. الخاصية التالتة وهي ان انت لما تيجي تستخدم رشاش او شوت جان او اي سلاح، نسبة الاهتزاز بتاعه بيقل بنسبة 20%، والسكاتر بيقل بنسبة 20%. هوريك يعني ايه الاتنين دول. انت لما تيجي تضرب بالشوتجن او مثلا بالرشاش، زي ما انت شايفين الاهتزاز عامل ازاي، شفتوا الاهتزاز مع الوقت بيزيد، الشوتجن بعمرات بتطلع لفوق. هي الفكره في كده ان هو بيقل الاهتزاز ده عشان تقدر تتحكم في الشوتجن. طب الاسكاتر ايه هي؟ الاسكاتر زي اللي انت شايفين الرصاص بيبقى جنب بعض، بيبعد مره مع مره، بيبعد مره مع مره، بيبعد مع المسافه. الشوتجن الرصاص بيبعد زي ما انت شايفين، بصوا بعد ازاي. الاسكاتر هو الخاصيه المسؤوله عن ان الرصاص يبقى قريب من بعضه عشان يتجه نحو العدو مباشره. الخاصيه الاخيره وخاصيه جميله جدا جدا، وخاصيه بتقلل ان السلاح بتاعك يعني كل ما تستخدمه كل ما بيبوظ اسرع. الخاصيه دي بتقلل ان هو ما يبوظش اسرع. طبعا في كده حالات السلاح بتلاقيه بيبوظ ما تفهمش ازاي، فبس يعني الخاصيه دي فيها نسبه 12%، فاوكي انا ملاقيها ماكس، عايز تلاقيها ماكس اوكي. عندنا الصف الثاني، اول خاصيه عندنا بتديك مثلا نسبه ان انت ما تتاثرش او دمك ما ينقصش بنسبه 20%. انا مثلا من الف لاربعه بنسبه 20% من الطقس السيء، مثلا في الثلجيه لو الثلجيه لو العاصفه الثلجيه اشتغلت، او في الصحراء لو العاصفه الصحراويه اشتغلت، او في الحاجات دي الدمج تلاقي نفسك بتدمج ودمك بينقص. الخاصيه دي بتفيدك لان دمك مش هينقص بسهوله، هينقص بنسبه قليله جدا. الخاصيه الثانيه وهي الكويك ريلود، طبعا لما هي بس ليها يعني بتخليك تعمل ريلود اسرع للقناصات واللانشر والبازوكا والسهومه والقوس. طبعا انا من ليفل 3 يعني حاجه تزق معايا، طلبت مني شويه نيو دولار بسيط فقلت الاقيها ليفل 3، برضك دي حاجه ترجع لك، عايز الاقيها ليفل 3 ليفل 4. بس الخاصيه دي لو انت تخصصك سنايبر لازم ماكس طبعا عشان هتفيدك جدا. زي الخاصيه اللي بعديها وهي ان انت لما تعمل ايم من غير السنايب، من غير ما تفتح القناصه، هوريكم ازاي. يعني انت في زرار كده بيظهر انتوا شايفينه ده، لو بيضرب على وحده. الخاصيه دي الطلقه دي دمجها مش زي الطلقه دي لو انت بتفتح السكوب. فطبعا طبعا الخاصيه دي بتقلل بتزود الدمج لما تضرب الضربه عاديه. فطبعا الخاصيه دي برضك مهمه جدا للسنايبر، زي ما انتم شايفين هنا زي ما انتم شايفين ب 75%. الخاصيه اللي بعديها الليفل اللي بعديها 83% من الدمج لو انت مش فاتح السكوب وضربت كده. فطبعا الخاصيه دي جميله قوي لو انت تخصصك سنايبر بالذات لازم تبقى ماكس. الخاصية اللي بعديها برضك بتزود المسافة لما تيجي تضرب من بعيد. يعني مثلا تخيلوا معايا ان في عدو مثلا واقف بعيد، فانا بحاول اجيبه، مش لو ضربت عليه اصلا مش هلاقي الضربة جت عليه. ففي ناس تقول لك طب ايه اللي بيحصل عندي، طب ايه المشكلة، ايه مش عارف ايه. الخاصية دي حاول ترقيها لان هي هتفيدك جدا وهتخليك تضرب من بعيد. نيجي بقى للصف الثالث، واول خاصيه عندنا مهمه جدا جدا جدا، مهمه كل التخصصات، بتعمل ايه؟ بتقلل الدمج اللي بتاخده بنسبه 10%، وبتقلل الدمج الانفجارات زي مثلا البازوكا او اللانشر بنسبه 8%. فلازم تتمكس، لو مش مكسها مكسها. الخاصية اللي بعديها وهي بتزود الموفمنت سبيد، السرعة بتاعتك بنسبة 6% لو ليفل 4. أنا بصراحة مكستها وهي لازم تتمكس عند أي حد لأن بصراحة مفيدة جدا.
الخاصية اللي بعديها اسمها Range Reduction. الخاصية دي مهمة جدا جدا للوريور، بحيث ان هي بتخليك يعني مثلا من الضربة الواحدة بتخليك تدمج عدد اعداء اكتر في المساحة اللي حواليك. يعني لو مثلا في 5 اعداء قصادك، انت ضربت الضربة بتاعتك كوريور، نطيت وضربت الضربة دي ممكن تدمج 2، لفلتها لكام ليفلين كمان ممكن تخليك تدمج 3، فاهم؟ وهكذا. الخاصية دي يعني مسؤولة عن دمج الاشخاص او الاعداء اللي حواليك في المساحة نفسها، فمعتبر مهمة جدا للوريور بالذات. الخاصية اللي بعديها وهي ان انت لما تستخدم مثلا السيف بتاعك وتهجم على حد من الورا، من خلفه يعني من وراه، بتزود الدمج بتاعك 7% على الوحوش وعلى الاعداء 9% وعلى اللاعبين 9%. فطبعا الخاصية دي مهمة جدا للوريور بالذات، زي يعني الخاصيتين دول للوريور لازم ماكس، والخاصيتين دول للسنايبر لازم ماكس. الصف اللي بعديه وهو اول خاصية عندنا بتزود الشيلد جينريتور، الماكس شيلد عندك مثلا زي ما انتم شايفين، مثلا انا لابس ماكس شيلد عندي، الماكس شيلد عندي 1788. الخاصية دي بتزود الماكس شيلد عندك، يعني انا مكسها عندي، فعندي الشيلد عندي ماكس 1788. فانت لو عايز الماكس شيلد عندك يزيد، مكس الخاصية دي. انا مكستها مع الوقت، وانت لازم تمكسها لان بعد كده مفيدة جدا، ويعني مش خسارة فيها النيو درر اللي هتصرف عليها، فعايز تمكسها اوكي. الخاصية اللي بعديها وهي ان انت لما تيجي تهيل دمك بالباندج، هتقلل الوقت وانت بتستخدم الباندج، او مثلا الادفانسد اللي هو الابرة اللي بتزود الدم دي اللي انت هوريها لكم، او مثلا زي الميدكيت او الام تشارج اللي بيزود الشيلد بتاعك، اي الابرة دي بالذات، او الانتبيوتيك او الباندج زي ما قلت لكم. الحاجة دي الخاصية دي بتقلل الوقت اللي بتستهلكه لما تيجي تستخدم الحاجات دي. الخاصية دي جميلة قوي، بتقلل الدمج اللي بتاخده لما بنسبة 20% لما بتقع. طبعا الليفل واحد اديهولة طبعا مهمة وهتفيدك قوي. يعني الخاصية الاخيرة وهي بتقلل استهلاكك من الرصاص لما تيجي تعمر سلاحك. طبعا الخاصية دي انا بصراحة يعني ما بعمرش بره المهمات، انا طول من جوه المهمات. طبعا جوه المهمات النسب قليلة قوي، بتستهلك مش عارف 10% او اقل بكتير، فعايز ترقيها اوكي يا ليفل ليفلين انت برضك، دي الخاصية دي حسب ارادتك انت. الخاصية دي مهمة جدا للسنايبر او اي حد بيستخدم لانشر او بازوكا، لان بتزود المدى بتاع اللانشر. يعني ده هوريها لكم ازاي. لما تيجي تستخدم اللانشرز، شايفين الدايرة اللي بتبقى في الارض دي، هي دي الدايرة دي لما بترقي الخاصية دي، الدايرة دي هتبدأ تزيد مع الليفل، كل ما تديها ليفل كل ما الدايرة دي هتزيد. فطبعا مهم قوي لان السنايبر تخصصه يعتبر مرتبط بالبازوكا والحاجات دي. الخاصية التانية وهي بتخليك تصنع حاجة اسمها بلاست جرينيت، القنبلة بتعمل بلاست، بتعمل قدامك او بتوقع على قدامك، عايز اوكي تصنعها اوكي. انا والله ما عارف اصلا موجودة عندي ولا لا، فا اوكي يعني ما علينا، حابب ترقيها اوكي، مش حابب يعني برضك دي حاجة ترجع لك. الخاصية اللي بعديها وهي مهمة قوي للسنايبر برضك، لانها مرتبطة بالبازوكا واللانشر، انها بتزود الدمج لكل عدد، لكل شخص بتضربه، لكل واحد بتضربه. فمثلا انا مثلا من الاي ليفل 2 بتزود 4% لكل شخص هضربه، اي لغاية 12%. يعني لو في الدائرة دي في 3 اشخاص، الدمج بتاعي هيزيد 12%. فطبعا الخاصية دي مهمة جدا 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 للسنايبر، فلازم ماكس عشان هتفيدك جدا في الحروب وكده. الخاصية الأخيرة وبتزود الاتاك باور بتاع المسدس لما بتستخدمه. طبعا الأشخاص اللي بيستخدموا مسدسات وكده، فمعرفش مين بيستخدم مسدسات، فعامه انت بتستخدم مسدسات او بتستخدم المسدس اللي هو موجود في السوق ده، الخاصية دي هتزود لك الاتاك باور بتاعه. وهي الخاصية لها علاقة بالدرونات، وهي ما بتخليش الدرون بتاعك يتكسر بسرعة او الدورابيليتي بتاعته تبوظ بسرعة،
خلال استخدامه. وطبعا الخاصية دي مفيدة جدا للناس اللي بتطلع ريد وبتدخل حروب وكده. وعندنا اخر خصائص في الكومبات واخر خصائص عندنا اللي هو الموتوسيكلات مثلا او اي وسائل بتركبها الاتش بي بتاعها هيزيد بنسبة 50%، ده في اول ليفل. هي مش مهمة قوي، فبرضك زي ما قلت لكم القرار رجع لكم. لو انت عايز تخلي الاتش بي يزيد قوي بس 50 نقطة، قصدي يعني 50 نقطة مش حاجة كبيرة، فبرضك القرار يجي لك انت. والخاصية الأخيرة بصراحة أنا شايفها إن هي مفيدة، فبس برضك يعني هي ترجع ليك أنت، أنت اللي تختار. وهي بتقلل الدمج اللي أنت بتاخده لما تبقى راكب الموتوسيكلات. أول ليفل هتقلل الدمج اللي أنت بتاخده بنسبة 5%. يعني أنت مثلا لو راكب الموتوسيكل مثلا في حروب مثلا أو في راستر أو طلعت ريد تسرق كامبات أو كده، الخاصية دي مثلا هتفيدك شوية لو انت بتتحرك بالموتوسيكلات كتير. برضك يعني زي ما قلت لكم القرار يرجع لكم. وبكده نبقى خلصنا الفيديو، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.